أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا هدانا الله لقد جاء